ظهور نادر لشقيقة قوسي خولي، نشر لها فيديو من تخرجها وعلق بتأثر: بابا فرحان كتير لأنك حققت حلمه. يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا عمر يا العين. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بظهور نادر لشقيقة الممثل السوري قصي خولي. وفي التفاصيل، فقد وثق قصي عبر خاصية القصص المصورة على صفحته الخاصة عبر إنستغرام أجواء تخرج شقيقته محار، معبرا عن فخره الكبير بها. ونشر قصي مقطع فيديو للحظة استلام محار شهادة تخرجها وكتب عليه: محار الروح، بابا فرحان كتير لأنك حققت حلمه وحلمك، ونحن كلنا فخورين فيك وبنجاحك. ألف مبروك يا روحي يا صغيرة العيلة، إن شاء الله بشوفك عم تحققي كل يلي بتتمنيه. ونشر أيضا صورة لها توثق أيضا لحظة استلامها لشهادة التخرج وكتب عليها: فخور جدا، مبروك. خلونا نبلش. لا، خلينا نعيدها. مجرد ما بلشتوا. وفي سياق منفصل، كان تقدم الممثل السوري قصي خولي مؤخرا باعتذار من متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي بعد حملة انتقاد واسعة تعرض لها جراء منشور قام بحذفه لاحقا. وأثار خولي جدلا واسعا بعد منشور هاجم فيه بقوة منتقديه على مواقع التواصل والمنصات الإلكترونية ووصفهم بالمندسين. خولي كان قد وجه رسالة في منشوره المثير للجدل إلى المتفزلكين على مواقع التواصل وإلى الذين يدعون الفهم والتحليل الدرامي والمتابعة العميقة للإنتاج الدرامي الفني العربي، والأهم للذين يدعون المحبة وفق ما كتب. أيوة بسببك قادر أكمل وقت ما بتعب ليك برو. وأضاف: اسمعوها كلمة منه، أنا قصي وسأسمح لنفسي أن أقولها عن غيري من زملائي. حين تقومون بدفع فواتير منزلي وحياتي ومستلزماتي آخر الشهر، تعالوا وتفلسفوا على طيبة قلبي وطيبة قلب زملائي فيما يتعلق بعملنا ونوعيته وأين وكيف إلى آخره، وفق تعبيره. لكن الخولي ترك في كلامه بعض النقاط وصفها الجمهور بالمعيبة وبأنها تغير سياق معاني كلماته، وتابع: كفاكم تعليقات فارغة وتقييما مجانيا ونصائح مفزلكة تتعلق بما يجب أن نقدمه ونوعيته وماهيته وكيفيته. وأكمل: يكفي أنه والحمد لله في تاريخي أعمال وإنجازات محفورة في ذاكرة المشاهدين المحبين والمهتمين الحقيقيين وليس المندسين. وأضاف: والشواهد على ما أقوله عن عملي وعمل غيري موجود على الإنترنت، لذلك رجاء توقفوا عن التقييم المجاني على قاعدة أنكم حريصون علينا وعلى تاريخنا وإنجازاتنا، لن يخاف علينا أحد أكثر من خوفنا على أنفسنا. وختم خولي منشوره المثير للجدل بالقول: كل الحب للصادق والوفي والمحب الحقيقي بينكم، والباقي البعيدين عن هذه السمات المذكورة سابقا فرأيهم مثل بعضها، كما كتب.